هو الاحتفال بيوم العلم لفائده اطفال قراء اطفال سويس تونس. اليوم تم دعوه 94 تقريبا طفل وشاب اللي يقع تكريم هم من الاطفال والشباب المتميزين في السنه الدراسيه 2023-2024. اليوم التظاهره هذه تحت اشراف وزيره المراه والاسره والطفوله وكبار السن وبحضور العائله الموسعه لقراء اطفال سويس من مانحين وداعمين ومربين وعاملين داخل الجمعيه. قراءة أطفال سويس اليوم المهمة متاعها هي رعاية الأطفال اللي في وضعية تهديد أو الأطفال اللي دون سند عائلي. اليوم من بين المسؤوليات الكبيرة متاعنا هو التنشئة متاعهم والتربية متاعهم وتوفير كل الظروف لنجاحهم على المستوى التربوي وعلى المستوى التعليمي، وهيك المسار اللي ضمن لهم الاستقلالية متاعهم وقدرتهم على الاندماج في ما بعد. اليوم هما جوائز للأطفال والشباب، جوائز هذوما بدعم من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمساهمين في التظاهرة هذه لتوفير هدايا وجوائز للأطفال اللي باش تساعدهم في مسارهم التعليمي بصفة عامة. العودة المدرسية اليوم لفائدة 3600 تلميذ وشاب من المرحلة الابتدائية للمرحلة الجامعية، ميزانية ضخمة. اليوم وصلنا تقريبا 50% لتوفير احتياجات الأطفال والشباب طريق الهبات والتبرعات من كل التونسيين ومن المؤسسات. اليوم نداءنا إلى المانحين، إلى التونسيين، للمؤسسات، إلى دعم الجمعية التونسية في توفير وعودة مدرسية ناجحة لفائدة الأطفال. الطرق الدعم سهلة، كما نجموا يتواصلوا عن طريق موقع الويب www.sosve.tn أو الاتصال بنا على الرقم 58-371-002. في موقع الويب يلقاوا الرابط دون اون ليني، نجموا يعملوا هيبه عن طريق البطاقه البنكيه نتاعهم للجمعيه التونسيه لكره السله.